بعد بقى الروقان والفرفشه واللذاذه اللي حصلت وبانت في لعبه الاسئله، نحرك بقى جسمنا شويه كده ونبتدي نفرفش. وبما ان الحلقه كلها ولاد النهارده، يعني الصغيرين كلهم ولاد، فانا قلت هتسلى عليهم بس من غير باباهم ومامتهم، ونشوف بقى الطاقه اللي على حقها هتطلع ازاي. جاهزين؟ جاهزين. مين يبتدي؟ اول واحد يرفع ايده. يلا يلا، تعالى يا محمود. يلا اطلع على الستبس. بص بقى يا محمود يا حبيبي، عشان بحب اللعبه دي قوي 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 قوي. حضرتك هتعدي يا محمود وانا هعدف عليك كور، هنشوف انت هتعرف تلقف مني كام كوره من غير ما تقع جوه البول ده. جاهز؟ يلا بينا. ريدي ستادي اند جو. عشان جاوبها محمود انتوا كده. يلا يلا، خد خد كوره، لازم تاخد كوره، لازم تاخد كوره. يلا يا ماجد، مهم بقى نحذف كوره وانت تلقفها. يلا بينا. لا مالك 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 مالك. ريدي ستادي جو. مالك مالك واحدة واحدة. سيب الكورة، سيبها يا حبيبي. ثلاثة، كمل كمل كده، كمل دايرة، كمل دايرة، كمل دايرة. ما تجيبيش مالك. مالك ارجع تاني يا مالك، ارجع تاني. ارجع ست مليون فيك. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، ايه ده ايه ده ايه ده؟ مالك مالك مالك. كمل ستريت، كمل ستريت، ما تديش ظهرك. خمسه ست مالك سبعه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله اكبر. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ دول 10 دول 12. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله 13. خلاص يا ملك التقيل بصح. محمود هقول لصحابه 13. مالك مسك 13 كوره، وده صعبها جدا على الفريق الثاني. احمد 13. يلا يا احمد. ايش جاهز؟ بجد؟ طب يلا بعد يلا يلا. ريدي ستيدي اند جو. احمد مسك. احمد لازم تمسك الكوره. واحد احمد مسك الكوره. احمد ونط بسرعه وكده. يبقى ولا احمد ولا محمود عرفوا يعدوا اللعبه الاولى. يوسف جاهز؟ جاهز. مالك كان مسك 13 كوره. لا ما شاء الله. هنشوف انت هتاخد كام كوره. يلا ريدي ستيدي اند جو. ايه ده ايه ده ايه ده؟ الله برافو. الله 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 الله
مالك 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 انت لسه فضتني احمد انا بتوي ان شاء الله ربنا يكرمك. احمد بالراحه لو سمحت. ايوه بالراحه خالص. يلا بالراحه. ما بقولك بالراحه. انا بقولك ركز. انا نصيحتي ليك احمد التركيز. والله شكله احمد هو اول ما بيركز بيتعزيز. يلا برافو يا احمد. برافو يا احمد. والله برافو. شكلها دوعة ولا ايه؟ برافو يا احمد. رفعها بالراحة بقى. الثقة بقى. خلينا مركزين. ايوه. لا الثقة حلوة بس الفرن وحش. يا احمد معلش. قد مات يا احمد. يا حودة. يلا جاهزين. يوسف. يوسف بجد بقى. شاطر يا يوسف. ده يوسف اللي بجد. يوسف اللي بجد مركز. يلا يوسف. يلا حبيبي. يوسف. يلا يوسف. يوسف. ايه يا يوسف ده؟ يوسف. شكلنا هنعوض يا يوسف. شكلنا هنعوض. يوسف. شكلنا هنعوض ولا هنبقى ايه؟ هنبقى ايه؟ هنبقى ايه؟ يوسف. هنبقى ايه؟ يوسف. يوسف. هنتعادل ولا ايه؟ يوسف. ولا مش هنتعادل؟ طيب احنا عندنا محمود بس اللي عدى لغايه دلوقتي. يوسف محمود ويوسف هم اللي عدوا في المره في اللعبه الثانيه. واللعبه الاولى كان ولا محمود ولا احمد عدوا ولكن يوسف ومالك عدوا. كم كان بقى؟ آه كده اثنين. اثنين واحد. احنا واحد؟ هم واحد. انتوا اثنين. روح اقعد مكانك. ماشي يلا بينا نروح نلعب على الفي ار على طول. طيب جينا بقى لعبة الفي ار اللي احنا كلنا بنحبها وبنستمتع بيها. ومحمود هو اللي هيلعب معانا النهارده في ار. عرفت ايه القواعد بتاعت اللعبه يا محمود؟ يس. هتبقى بتخبط في اكبر عدد زهر ممكن. مش زهر انا، الزهر اللي هنا. وكمان هتبقى بتعدي من البلوكس. اللي هيبقى بيعدي منك هيبقى بوينتس بتروح من عليك. وطبعا لو خبطت خلاص بقى. جاهزين نشجع محمود؟ جاهز يا محمود. دوس بلاي وابتدي يا محمود. تأني. يلا حودة. تأني. حودة. 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 برافو يا حودة. يلا حودة. أيوة يا حودة. حودة. أيوة حودة. برافو يا حودة. حودة. أيوة حودة. 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 برافو يا حودة. 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 جاهز يا مالك؟ ابتدى اصلا مالك. يلا مالك ابتدى. مالك 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 مالك
ممكن بسرعه. تعالى يا هدى. معلش مالك يا عيد. معلش احنا ما زهقناش. يلا ابتدى تاني لو سمحتي. ابتدى مالك. مالك اسفه يا مالك. ايه ده ازاي ده؟ ده هو ده اللي حصل بقى. نعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ تعالى جنبي هنا. معلش بقى مالك النهارده حظه صعب شويه. تعالى اقف جنبي. انا عارفه انت مش شايف حاجه، انا شايفه كل حاجه، وانت فيد امين يا حبيبي جدا جدا جدا.